السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك في براجيم تكنولوجي. في هذه القناة kidvinkit.arabic تم شرح العديد من التقنيات الحديثة اللي خاصة بالبرمجة، كما سيتم شرح العديد والعديد من هذه التقنيات. أنا محمد عماد أعرفه، الآن وردني العديد من الأسئلة تتعلق كيف أكون مطور دوت نت. حتى تكون مطور دوت نت لابد أن تكتسب، خلينا نحكي أساسيات الدوت نت، أساسيات خلينا نحكي كأساسيات البرمجة. أوكي، الآن حتى تكتسب أساسيات البرمجة التي تتعلق بالدوت نت تحديدا، لابد أنك عمليا تتعلم القوائم التعليمية الموجودة عندي. ولاحظ أنه هذه القوائم التعليمية الموجودة تم وضعها بشكل متسلسل وأيضا بشكل منطقي. فحتى تكون مطور دوت نت، بالبداية لابد أنك تتعرف على أساسيات الدوت نت. وطبعا أساسيات الدوت نت تم شرح فيها اللي هو بيئة الدوت نت ومكونات بيئة الدوت نت وكيفية التعامل معها، وتم الانتهاء من تسجيل هذه السلسلة التعليمية. كما تم بعد ذلك اللي هو شرح بيئة السي شارب والتي تناقش أساسيات البرمجة، بما فيها شرح أيضا الأوبجكت أورينتد بروجرامينج وبشكل مفصل، كما تم تغطية العديد من المفاهيم الحديثة والخاصة بالبرمجة. هذه السلسلة التعليمية لابد أنك تتعلمها بعد ما تتعلم أساسيات الدوت نت. وطبعا رح تلاحظ أنه القائمة التعليمية الأولى والثانية تم الانتهاء من شرحها. لابد أيضا أنك تقوم بتعلم سيكوال سيرفر حتى تكون مطور دوت نت أبليكيشن. وطبعا السيكوال سيرفر رح يتم شرحها في القريب العاجل. بعد هيك لابد أنك تتعرف على أحد التقنيات اللي خاصة في اللي هي بيئة الدوت نت. بإمكانك أنك تتعرف أو تتعلم الويندوز أبليكيشن أو الويب أبليكيشن أو حتى الموبايل أبليكيشن. طبعا رح يتم شرحهم جميعهم وبشكل مفصل. الآن أنا في هاي القناة بدأت بمسار الويب أبليكيشن، وبالتحديد حتى تتعرف على الويب أبليكيشن لابد أنك تتعرف على الـ ASP.NET والتي تم شرحها بالعديد والعديد من الدروس وبشكل مفصل وأيضا بشكل متسلسل وشرح مبسط. وطبعا تم الانتهاء من هذه السلسلة التعليمية. ايضا لاحظ انه في عندي هون اللي هي ايضا سلسلة تعليمية اللي هي خاصة بالتشارت كنترول، وهي تتبع للASP.NET، ايضا تم الانتهاء من تسجيلها. الآن بعد هيك رح تلاحظ انه في عندي تقنية الـ ADO.NET واللي من خلالها بامكاني اربط السيكوال سيرفر مع اي نوع من انواع الابليكيشن، تمام؟ فبالتالي حتى تربط أي نوع من أنواع الابليكيشن مع السيكوال سيرفر لابد أنك تقوم بكتابة اللي هو ADO.NET. أوكي؟ وطبعا تم الانتهاء من تسجيل هذه السلسلة التعليمية. الآن أيضا أنا بفضل أنك تتعرف على الأداة لجريد فيو، وهي أداة غنية جدا، ولابد أنه أي مطور .NET application أنه يتعرف على هاي الأداة بما فيها إمكانياتها الهائلة. أوكي، طبعا هذه السلسلة التعليمية لم يتم شرحها، لكن سيتم شرحها في القريب العاجل. وأيضا حتى تكون مطور دوت نت أبليكيشن، لابد أيضا أن يكون في عندك مهارات عالية في الفيجوال ستوديو. لابد أنك تتعرف على الاختصارات، على الأوامر، على النوافذ اللي خاصة بالفيجوال ستوديو. وطبعا هذه السلسلة راح يتم شرحها في القريب العاجل، لأن راح تلاحظ أنه أصبح عدد الدروس ما يقارب 500 درس. وطبعا هذه الدروس تم عمليا بذل العديد والعديد والعديد من الساعات حتى عمليا نقوم بإعدادها وتجهيزها وتسجيل بعضها. أوكي، الآن بإمكانك طبعا أنك تساعدني بتعليق منك في على هذا خلينا نحكي الفيديو، بحيث أنه تحكي لي أي تقنية بتحب أنه نبدأ فيها. الآن أنا بفضل أنه نبدأ بالسيكوال سيرفر. طبعا بإمكانكم أنكم تكتبوا اسم خلينا نحكي التقنية اللي بدك تبدأ فيها. بإمكاننا نحكي عن السيكوال سيرفر، أو بإمكاننا أنه نكمل على ASP.NET Grid View، أو بإمكاننا أنه أيضا نناقش مهارات الفيجوال استوديو. أوكي، الآن هيك بصبح لدي المهارات اللازمة حتى أكون مطور دوت نت. أوكي، الآن بعد هيك مباشرة راح ننتقل إلى تقنيات متقدمة مثل الـ Entity Framework، واللي طبعا راح يتم شرحها ب 25 درس إن شاء الله. كذلك أيضا راح تلاحظ أنه في عندي تقنية الـ ASP.NET MVC Application، واللي أنا حاليا عمالي بقوم بفعليا بتسجيل هذه الدروس وعمليا رفعها على القناة، تمام؟ فبتلاحظ أنه هاي الدروس فعليا تم البدء فيها بناء طبعا على طلب العديد من مشتركي القناة. أوكي، الآن بعد هيك مباشرة لابد أنه نبدأ بالـ WCF، وبعد هيك لابد أنه نناقش موضوع الـ Web API، وبعد هيك رح نناقش الـ Link و Link SQL و Link XML. أوكي، وطبعا لا يعني أنه هاي الدروس هي
خلينا نحكي هي فقط الموجودة عندي هون، ممكن هاي الأرقام عمليا تزيد. أيضا لابد إنه أشير إلى إنه SQL Server هون راح يتم شرحه كديفلوبمنت، وطبعا راح يتم أيضا شرح العديد من القوائم. فعليا راح يكون لدي العديد من القوائم الخاصة بالSQL Server زي الريبورتينج، زي الاناليسز، زي الانتجريشن. كل واحدة فيهم راح يكون لها سلسلة تعليمية خاصة ومنفصلة. أوكي، الآن أيضا في نقطة لابد مني أشير لإلها اللي هي على النحو التالي، إنه ضمن عندي هنا الموقع لاحظ إنه أنا هنا فعليا بدأت بتسجيل خلينا نحكي الدروس اللي خاصة في الـ MVC، وطبعا هاي هي القوائم التعليمية الموجودة في عمليا في الوقت اللي أنا عمالي بسجل فيه هذا الدرس. طبعا بإمكانك إنك عمليا تشتري اللي هو السلايدز وعمليا تقوم بعمليا شراء كل الدروس تمام من هذا اللي هو اللينك، وطبعا بإمكانك إنك تزور مباشرة اللي هو البلوج الموجود عندي هون اللي من خلاله بإمكانك عمليا إنك تشوف جميع القوائم التعليمية الموجودة عندي هون، وطبعا بنفس الوقت راح تشوف إنه كل لينك راح يكون بيحتوي على العديد من الدروس، وطبعا بداخل كل درس راح تلاحظ إنه في عندي الدرس مكتوب باللغة الإنجليزية، وطبعا أي كود إحنا عمليا نستخدمه راح تلاحظ هو already مكتوب، فبالتالي بإمكانك إنك تقوم باستخدامه. أوكي، أيضا بإمكانك إنك فعليا تنظر إلى السلايدز الموجودين عندي هون كإيمج، وطبعا بإمكانك إنك تقوم بتحميلهم في حال حاجتك لذلك. أوكي، إذن هذا هو كل شيء. بتمنى إذا في عندك سؤال أو تعليق تقوم بكتابته في هذا الفيديو في الأسفل. وأخيرا شكرا لكم.